بالنسبه للتجارب الجديده اتكلمنا على ساوث جيت، لكن لازم نتكلم على مانشيني. تعالوا مع حضراتكم نشوف اللوحه الرائعه اللي رسمها مانشيني، روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الايطالي، وشكل جديد ولوحه رائعه للكره الايطاليه في يورو 2020. بإبداع ساحر من رسام موهوب وبخطوط فنية رائعة نقشتها أنامله الخبيرة، قدم الخبير روبرتو مانشيني منتخب إيطاليا للعالم في صورة جديدة مغايرة تماما لتلك الصورة المعهودة عن الكرة الإيطالية، وأثبت نجاح تجربته الجديدة عبر التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 عن جدارة واستحقاق بعد مشوار حافل ومثير على مدار مباريات البطولة. بعد غياب كارثي عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، عوض مانشيني الإيطاليين عن تلك الخيبة الكبيرة ونجح في وضع إيطاليا على قمة الهرم الكروي العالمي من جديد عبر التتويج ببطولة اليورو على حساب المنتخب الإنجليزي على أرضه وبين جماهيره. ورغم أن الآمال كانت ضعيفة في عودة سريعة للمنتخب الإيطالي للقمة من جديد بعد خيبة المونديال، في ظل عدم وجود أسماء لامعة من اللاعبين بعد الأجيال العظيمة للكرة الإيطالية وآخرها جيل مونديال 2006، إلا أن مانشيني أعاد تشكيل المنتخب سريعة معتمدا على أسماء معظمها من الدوري المحلي من اللاعبين الذين برعوا في مباريات الكاليتشيو بغض النظر عن النادي الذي ينتمون له. وحصد مانشيني سريعا ثمار عمله الدؤوب مع الأزوري، فلم يخسر معه المنتخب في آخر 34 مباراة وتحديدا منذ سبتمبر 2018، محطما الرقم القياسي الإيطالي المسجل للمدرب فيتوريو باتسو بين عامي 1935 و1939، حين لم يخسر في 30 مباراة متتالية. ما فعله الملهم مانشيني منذ تولي مسؤولية تدريب إيطاليا في مايو 2018 إنجاز كبير بشتى المقاييس، ويكفي أنه حول منتخب في سكرات الموت إلى منتخب جديد يقدم كرة جميلة مليئة بالحيوية والنشاط، وأيضا الجرينتا التي كانت سمة تاريخية لمنتخب الأزوري.